هاي يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ تاني يوم رمضان، عملت مكرونه بشاميل وبتنجان مخلل رهيب. بصوا بقى التكات شويه اللي بتخلي الواحد سريع في المطبخ. اول حاجه، انا عندي بورده كده بيضه بحطها على التلاجه، بقعد اكتب فيها الحاجه اللي انا هعملها النهارده، وكمان بكتب مكوناتها وابدا اطلع المكونات بالحلل بكل حاجه وارتبها قدامي علشان ما اكونش قاعده محتاسه او اي حاجه. هستخدم زبدة، هستخدم مشروم، هطلع الحاجة من الفريزر اللي هستخدمها. بصوا ده الفلفل الملون، انا برضو ببقى مفرزاه، انا ما عملتوش معاكم بس يعني حبيت اوريه لكم في الفيديو. طبعا طبعا لحمة مفرومة دايما عندي متعصجة في التلاجة، والبانيه كمان على طول جاهز على الآلية. فدي حاجات بتخليني ماخدش وقت تماما في المطبخ. التكة التانية بقى في المكرونة، هو انا ازاي بعير صينية المكرونة البشاميل. انا بحط طبقة واحدة بس من المكرونة، يبقى هي دي اللي هتبقى الطبقة اللي تحت، وبعدين اقوم حاطة طبقة تانية زيها، دي اللي هتبقى الطبقة التانية اللي فوق. كده بعمل معيار المكرونة المظبوط، لما تيجي تنفش بعد ما تستوي خلاص بتكون هي بقت واخدة مساحة المكرونة البشاميل. هنا جبت المشروم الفريش غسلته، علشان كمان كنت مقررة ان انا اعمل شوربة مشروم. فسلقت طبعا المكرونة زي ما شفته في الاول وسبتها، وبعدين جبت المشروم قطعته. لما لقيت ان الكمية بتاعته كتير قوي قررت ان انا برضو اقوم افرز الباقي، هاخد اللي انا عايزاه والباقي هشيله متفرز، لان هو لو يتساب في التلاجة هيبوظ. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي انا دايما بعملها، الفلفل الالوان دايما بعمله كده لانه بيبوظ لما بيفضل في التلاجة، وكمان المشروم بفرزه واخليه في التلاجة في الفريزر بالمنظر ده. فاهم حاجة زي ما قلنا قبل كده كذا مرة، بنفرغ الهواء خالص من الكيس وهشيله في الفريزر زي ما هو. هبدأ دلوقتي اعمل البشاميل في نفس الحلة اللي انا كنت سلقت فيها المكرونة. البشاميل زي ما احنا عارفين بنحط زبدة، بنحط دقيق. تكة البشاميل اللي انا بعملها بس اني لما بنزل باللبن، طبعا طبعا اللبن ما بيكونش سخن. انا لما بحب اعمل التكتلات بقى دي ما بستخدمش بقى اليدوي ده، بستخدم الهاند بلندر، وهي دي التكة شوية اللي انا بعملها، يا اما الهاند بلندر يا اما بحط البشاميل في الخلاط، فساعتها ما بيكونش فيه اي تكتلات نهائي وسريع وسهل، بدل ما افضل بقى اعمل بالمضرب اليدوي ده علشان اشيل اي تكتلات. وخلاص كده كان البشاميل جاهز. عندي مشكلة في اللقطة دي بس اني كنت فاكرة اني بصور بس مطلعتش بيصور. فهنا كنت حطيت ملح وفلفل وجوز الطيب وسبته على النار لحد ما ادى القوام اللي انتوا شايفينه ده، وبرضو كنت فاكرة اني بصور بس مطلعش بيصور. حطيت المشروم، حطيت زبدة، وشايفين البصل ده، ده البصل اللي انا فرزته معاكو، طلعته وكسرت منه حتة وحطيته، كان في منتهى السهولة. خليته كده يدبل مع المشروم، وبعد كده هحط معلقة توم صغيرة زي ما انتوا شايفين. انا هنا بعمل شوربة المشروم، هقلبها معاها وبعدين هنزل بالكريمة اللباني او كريمة الطبخ. حطيت ملح وفلفل يعني، او بهرت المشروم بالبصل والتوم، وبعدين هقوم نزل على طول بالكريمة ومية ولبن، ممكن كريمة ولبن بس، انا حبيت اضيف مية شوية عشان احنا بنحب الشوربة تكون شوية خفيفة، يعني شوربة تكون شوربة بتتشرب. فهنا حطيت الكريمة، هقلبها كويس وبعدين هنزل بالمية واللبن وهسيبها على النار لحد ما تستوي. دي كده بقت عندي شوربة مشروم. التكات دي يا جماعة بتخلي الأكل سريع وسهل، ما ياخدش وقت معانا نهائي. أنا الحاجات دي كنت مخلصاها من بدري جدا، وبعدين قبل الفطار بدأت بقى أن أنا أجمع صينية البشاميل وأدخل الفرن وأقلي وأعمل كل الحاجات دي. كده خلاص كانت معايا الشوربة خلصت، بحطها على نار هادية وخلاص كده بسيبها. هبدأ أعمل بقى دلوقتي خلطة اللحمة المفرومة، هحط اللحمة المفرومة وهحط الفلفل الالوان. طبعا ما حطتش اي دهنيات لان اوريدي اللحمة المفرومة اصلا متعصجة. هنزل عليها بمعلقة صغيرة ونص كده من الصلصة وشوية مية بس عشان ايه امشي الصلصة جوه اللحمة المفرومة، وكده بقت عندي الحشوة جاهزة، مفيش اسرع من كده. وبعدين كنت بقى قلت هعمل بتنجان مخلل،
فجبت البتنجان بدأت ان انا اقطعه كده. انا عندي البتنجان اللي هو الوسط ده، فقلت هقليه واعمل له خلطة كده واعمل بتنجان مخلل زي ما انتوا شايفين. جبته وقطعته ملحته وحطيته في مصفى، قلت برضو ان انا ايه اديله غسلة كده قبل ما احطه في الزيت. وجبت برضو فلفل اخضر حامي او اللي هو الفلفل الحامي ده، فتحته بالنص كده عشان لما بينزل في الزيت بيفرقع. هنا كنت بدأت اقلي البتنجان، خلاص كده شايفين اخد لون بقى تحفة. هو طبعا في الحقيقة اخد وقت كمان، ما اخدش لون بس. الفلفل اللي ما خدش وقت نهائي، بنزله بالعدد كده 30 ثانية وبطلعه على طول. وكده بقى عندي البتنجان والفلفل جاهزين، أبدأ أعمل الخلطة. هقطع معاهم طماطم وأحط التوم وملح وشطة وبذور الشطة وطبعا خل وليمون وبقدونس، وهحط كمون بس نسيت أحطه هنا في الخطوات. هحط كمون وهحط كمان بابريكا، وهقول لكم أنا ليه حطيت بابريكا. قطعت الطماطم قطعت البقدونس، وهنا بدأت أعمل الخلطة بتاعتي. حطيت توم وحطيت الملح والكمون وبذور الشطة والشطة، عصرت الليمونة أو نص ليمونة أو ليمونة صغيرة لأن أنا حاطة خل فما تكتروش، وحطيت شوية بقدونس وهسيب شوية أحطهم بس كده في الإيه في الآخر. هنا بقى لما لقيت الخلطة فاتحة شوية قلت أحمرها كده شوية، فحطيت بقى إيه شوية البابريكا ده. فكان كده الجاهزة عندي خلاص الخلطة، وهبدأ ان انا احط البتنجان في الخلطة كده واقوم حاطه. هعمل كل الكمية اللي عندي بالمنظر ده، وكمان هعمل نفس الكلام مع الفلفل المقلي ونفس الكلام مع الطماطم، وهحط عليهم البقدونس الفريش في الاخر، وبقى عندي احلى طبق بتنجان مخلل في الدنيا. كان قبل الفطار بقى خلاص، وكنت عايزة أبدأ إن أنا أعمل المكرونة، فأحط أول طبقة وبعدين أحط البشاميل وأقلبها كويس، وده هيخلي البشاميل داخل في كل أعماق المكرونة. البشاميل خدوا بالكم ما يبقاش تقيل عشان لما بيدخل الفرن بيتقل، يبقى خفيف كده شوية مية شوية زي ما انتوا شايفين. حطيت منه كمان على الخلطة بتاعت اللحمة المفرومة ووزعتها كده زي ما انتوا شايفين، وهحط على نص المكرونة التاني. شايفين انا حاطة المكرونة على صينية عشان لما احط عليها البشاميل ما يقعش على الرخامة. انا هنا حطيت جبنة شيدر، ودي اختياري تماما، حطوا جبنة مش عايزين، ممكن تحطوا جبنة موتزاريلا جبنة رومي. فشايفين هنا حطيت البشاميل في النص التاني بتاع المكرونة، وحطيت كمان بشاميل على الجبنة، وهحط النص التاني بتاع المكرونة فوق الجبنة الشيدر، هوزعه كويس وهقوم نزة بالبشاميل. انا هدخل المكرونة الفرن تقريبا نص ساعة، وبعدين هخرجها احط على وشها موتزاريلا وادخلها تكمل سوا، عشان لما بحط الموتزاريلا من دلوقتي بتنشف وبتتحرق لحد ما المكرونة تستوي. خرجتها في نص السوا اهو، هقوم حط عليها الجبنة الموتزاريلا، طبقة كده حلوة كويسة من فوق هتعمل معايا طعم كويس، وكمان هتعمل معايا شكل كويس. وهقوم تاني مدخليها الفرن تكمل سواها، مش هتاخد في الفرن اكتر من 20 دقيقة 15 دقيقة تاني بعد ما حطيت الجبنة. خلصت المكرونة وطلعت، هسيبها تهدى شوية. وهنا بدأت ان انا اقلي بقى خلاص، كان قبل الفطار بنص ساعة عملت بطاطس. البطاطس برضو بحط لها الملح قبل ما ادخلها الزيت عشان لما تخرج من الزيت ما احط لهاش ملح. وبدأت اقلي، شايفين البانيه طري وهش وتحفة مع اني مفرزاه من بدري جدا وحطاه في التلاجة، بس لما بيطلع بطالما حطيته صابح بيطلع صابح. هنا كنت المكرونة بدأت اقطعها، بس ما كانتش هديت قوي فعشان كده بدأت تعمل يعني تفتح معايا، بس لو كنت سبتها اكتر شوية تهدى متبقاش سخنة قوي كده كانت القطع هتطلع كاملة، بس طبعا كان وقت الفطار وكان لازم ان انا ابدأ اغرف. بس شايفين البشاميل فظيع والجبنة فظيعة، مش عايزة اقول لكم كانت تحفة 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 وطرية وفظيعة. شايفين شكلها من جوه فعلا كانت حلوة جدا جدا جدا. وده كان الفطار بتاعي النهاردة، حبيت ان انا اشارككم بيه. وانها غرفت خلاص وغرفت الشوربة وحطيت طبق سلطة كده حلو والبتنجان اللي عملناه مع بعض،
وده كان الفطار بتاعي النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.